المشكل اللي عندي اليوم، عندنا المشكل على اللي وقفونا من الخدمة هذه من 2008، وما عرفناش المشكل ديال هاد الناس اللي من 2008 2021 ومازال ما لقاو لنا شي حل. ما عرفناش واش من المسؤولين القدامى ولا الجداد اللي ما عرفش الحل ديالي انا، ولا العمال، بزاف ديال العمال كيعانيوا من المشكل، جاو ما عرفناش الحل جراو عليهم. وثاني حاجة، من الحق ديالنا يمكن خصنا نخدموا، وقانونيا خصنا نكونوا حنا الاولين اللي خدامين، اللي حدش المدينة هذه واقف علينا حنا، اللي عندنا لي كومبيتونس وعندنا الحب ديال هذا العمل اللي في طنجة. ما يجيبولناش شي واحد اخر او لا شي واحد جا جديد يدخل وحنايا مواقفيننا. بغينا المسؤولين ولا بغينا الوالي يشوف لنا علاش كان دار معنا بان غادي يخليونا خدامين وغادي يكونوا حنا مزيانين ومرسمين، فالتالي كنصبحوا في مرمين الشارع والمسؤوليه والناس بزاف بينا 200 زياده، اللي الناس كيعانيوا فهاد ما كاينش ما عندهم لاعيد، الناس عندهم الكرا وكيعانيوا كيبكيوا علاش خرجوهم. ثاني حاجه، انا كاي واحد غادي يعرفني يعرف محمد العروسي، حكم العمل ديالي والناس اللي كيعرفونا في هذا المجال، عندنا حب على هاد الناس وعلى هذا المجال، عندنا غيره على هذا الوطن، عندنا غيره على حب على المدينه، بغينا نخدموا المدينه ديالنا، وبغينا المواطن يكون عنده غيره على البلاد، ويكون عنده كيهمو هذا العامل النظافه اللي كيعاني في هذا المغرب. ومازال خصنا الصالير ديالو يكون طالع، وخصهم يكون عنده قيمه وشرف باش يكون المدينه ديما نقيه. اما الا بقينا نديروا هذا الشيء لهاد العمال هذا، نطردوهم وما نعطيهمش الحقوق ديالهم، هذه حشومه وعار. هذه رساله المسؤولين الكبار، ما كنهضرش على المسؤولين الشركه حيتاش ما عندوش في الدم، وكيوعدوا الناس غير كيوعدوهم بالكذوب. هذه سنوات وما كيوعدونا من 2008 وهذه 2021، وحنا كيوعدونا بان غادي تزيان الخدمه، غادي تكونوا مرسمين خدامين بخير، والعمال غادي يكونوا مرتاحين والصالير مزيان. مازال ما كاين والو غير الوعود الكاذبه وصافي. اللي وصلنا حنايا، الشركه جات جديده، عندها عقد جديد، عندها الدفتر تحمل جديد، بان يكونوا معها عمال حنا اللي داخلين من 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 سلامطانها، غادي نكونوا مرسمين، غادي نكونوا ساعه كنصدقوا حنا دخلت الشركه خدمنا فاتح ماي، قال لك صافي سمحوا لنا الشركه ما عرفناش كيفاش جابت العمال الجداد، وحنا اللي ضاربين سنوات سامحين فينا، جراو علينا. ثاني حاجه، ما عرفناش واش هذا الشيء من الناس المسؤولين ديال الشركه اللي دايرين هذا الشيء هذا، اولا الشركه اللي دايره الشيء هذا، ولا الناس النقابه اللي ما دايرش الخدمه ديالها، خصها دير الخدمه ديالها، ماشي غير كنخلصوا الكراطي باش يدافعوا علينا باش يشوفوا لنا الحل لهذ العمال اللي هو 200 وزياده اللي خرجوا ضحيه مشردين. حتى جينا كيقولوا حتى جينا الشركه ما كاينش، ما طلبتش المطالب ديالهم، ما داتهاش، ما تسوقتش فيه، ما تسوقتش ليهم. وهذا مدى المشكل، عند المشاكل غير مع الناس اللي باقيين مرسمين، اما لنا حنا اللي جرعوا علينا حنا التنسينا، ما بقيناش مسوقيننا، كنطلبوا دابا غير الخدمه، الخدمه وما كايناش، ماشي للترسيم، دابا كنهضر غير للخدمه وما كايناش، فهمتي؟ المشكل حنا كنهضر على الترسيم، لسنوات وحنا ضايعين، غادي نشوفوا الحال ديالنا، غادي نمشيو نشوفوا الاداق، او لا نشوفوا السيد الوالي هو يدخلنا في هذا الشيء هذا. حنا دفعوا النقابه، هي اللي كنستناوها، هي اللي عطينا الحلول. النقابه هي الحل ديال اللي عندها تهضر على العمال وتشوف لنا الحل، لان محمد العروسي كيعرفوه بان بلا ما يحتاج عاد يهضر بان الحقوق ديالو مهضومه، وهو الاول في مدينه طنجه اللي 2008 هنا، هو مازال كيتجرجروا به، مازال هو الواحد اللي عنده غيره على العمال النظافه. واول حاجه اللي انا ما كيهمنيش بان انا ماشي مشكل، ولكن المشكل ديال الناس الله يحسن العون اللي عندهم الوليدات اللي على العيد ماجي وكاريين، والناس مشردين اللي كيتواصلوا معايا كيقول لي انت اللي كدافع علينا وانت اللي كتحس بينا باش كتبارطاجي مع الصحافه، شكرا للمعلى التواصل ديالهم.
وكيبقاو في يد الناس. اما انا واخا واكل الداق واخا واخا تعداو على يد الناس ولكن ما كيمشي، كيتسمى الله هو اللي كيرزق، ولكن كيبقاو في يد العمال المساكين اللي كيثقوا فيا واللي مشردين اللي كنشوفهم دائما كيتواصلوا معايا اللي خصهم الحق ديالهم. بصراحه هذا الشيء راه بزاف. الجماعه ما كاينش الحوار، حوار اللي كيوصلونا مع النقابه ما كاينش الحوار لا مع الشركه ولا مع الجماعه ولا مع السيد الوالي. الوالي داك الشيء اللي قال لنا السيد الوالي ما كاين حتى علاقه بين داك الشيء ودابا. داك الشيء اللي كاين غادي نترسموا حنا ملي ندخل شركه جديده وغادي يكون هادي وبزاف ديال الحوايج، ما كاين حتى حاجه. احنا باقي نايده، ولكن بغينا الحلول، بغينا شي حاجه اللي تكون من موسى ماشي غير الهضره. ماشي احنا سنوات وضعنا بنادم جواج وعنده مسؤوليه وضرب حياته في الثماره والمشاكل. هذه الخدمه هذه راه حبا في البلاد ديالنا، راه الصالير، هذا الصالير اللي كيعطيو 2500 راه ما يخلصلكش حتى الكراتة في الاحياء الشعبيه. وهيداك كرهناش يكون المسؤولين يتهلاو في الناس. ما نهضروش على اوروبا، قال لك غادي نكونوا بحال اوروبا. خصنا نكونوا اوروبا، ولكن بغينا ان يكون الصالير عنده قيمه وعنده شرف، حيت الخدمه مهمه ومهمه بزاف في البلاد. الا ما كتشي النظافه في البلاد ما كاين والو. حنا بالعكس عندنا اللي ما خدامش عنده صالير كبير، واللي كيحرق الدم ديالو وكينقي بلادو عنده ثمن هزيل. جابت معها ناس ودخلوا شي ناس اللي ما عمري شفتهم هنايا، عطاهم كونطرا ديال شهرين وثلاث شهور. ما عمري شفت انا هاد الناس هادام، وبين ما شفنا حنا اللي عندنا الكومبيتونس والناس ديال طنجه، الناس اللي خبره عندنا واللي قدامين في الخدمه، خصنا حنا كنا الاولين. وباش يجيبوا الناس جداد ويدخلوهم وما يعلموا وما يديوها شي فينا، هذا حشومه وعار. التسيير مازال ما كاين والو، مازال التدبير باقي ما بداش. الشركه مازال في البدايه، ما غاديش نحكموا عليها نعطيوها سنه كما دايره في العقد. ولكن احنا كنشوف عيد التدبير ديال العمال مخربق، هذا الشيء ماشي هو هذاك. كل واحد كيجر على جهه. التدبير ماشي هو هذاك، التدبير يكون مضبوط، الناس يكونوا في البلاصه ديالهم اللي كيخدموا هاد كاين اللي ما يستاهلش يكون مسؤول باش يدبر لنا هاد المجال ديال النظافه. خص يكون شي واحد عنده الكفء وعنده الخدمه ضرب تماره. انا الا عطيتني نخدم المدينه حيت ضربت الكومبيتونس عندي الخدمه، عندي ضرب تماره، عارف شنو خص المدينه، شنو ناقصها، شنو الخدمه اللي غادي تخدم. كتخدم بالدم ديالك، ماشي غير كتشد الصالير وناعس وما مسوقش المدينه. المطالب ديالنا كنشوفوا هذه الرساله للمسؤولين ومصاحب الجلاله الله ينصره، هو اللي محافظ على البلاد، اللي خصنا يشوف هاد العمال النظافه في المغرب كامل، خصهم يكونوا هما الاولين الصالير اللي عندهم صالير مزيان، هما اللي كيخدموا البلاد، هما اللي ينقيوا هاد المشاكل ديال بلاد كورونا. وانت شفتوا المشاكل ديال كورونا وحنا خدامين والنفايات كيفاش المشاكل، ويشوفوا لهم الحال ويشوفوا يتهلاو في هاد الناس ويكونوا عندهم كرامه كما كنهضروا حنا. لا اوروبا خصنا يكون عنده كرامه ويكون هو الصالير ديالو اللي يكون هو احسن صالير. هذه باش الرساله، والرساله يشوفوا الحال من هاد العمال اللي مساكين مشردين. راه الناس اللي كيسردوا الله تبكي بالدموع، اقسم بالله تبكي بالدموع، ما عنده باش يعيد وما عنده باش يخلص الكرة. هو الامل ديالو في هاد النظافه اللي حياته دوزها، هو كيضرب تماره والمشاكل ودابا راه في الشارع مرمي كيبغي يعلق راسه ولا يمشي انتحر. شوفوا لنا الحال المسؤولين ديال البلاد، الغيرة على هذه البلاد وغيرة على هذه مدينة طنجة. كمحمد العروسي كيقول لكم الله يخليكم، كونوا عندكم غيرة على البلاد وخدموا بلادكم، وخليوا الناس اللي هما ضربوا تمارة خليهم يخدموا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.